مشاكل كثيرة في هذه العمارة هذه من ناحية القهوة. عندنا مشكل كبير هي أن واحد مول القهوة تيحل بالليل وبالنهار، وفي الليل فين ما كان شي سكيري ولا فين ما كان شي كلوشار تيجي ليا بحيث ما بقيناش نعسو. الناس تيتعنى بشي امير ما امير، تيتعنى برئيس الامن، تيتعنى بسيد العامل. يد بزاف بزاف على هذا الشيء، لان الشكايه الاولى والشكايه الثانيه والثالثه وحتى شي حاجه ما تطبق. راه كاين راك خرج القرار باش انه يهدم، ولكن هو عنده معارف ومتعني بشي ناس هنايا، ما حتى شي حاجه ما كتطبق. حتى تجي تدز الشرطه ما كاينش اللي تيهضر معاهم، ما فهمناش الا كانوا تيعطيو الرشوه ما نعرف، الا كانوا كيهضروا مع شي حد تيقول لهم ميكو عليهم ما نعرف. راه وصلنا لواحد الحد اللي ما بقيناش حاملين كاع راسنا، ويلي ما كاينش القانون في هذه البلاد ولا ما كاينش. بكم انا سنديكا تاع اقامه افنان. دابا عندنا مشاكل كثيره في هذه العماره هذه من ناحيه القهوه اللي كاينه حدانا في هذا الحي هذا رياض الزيتونه. ودابا خويا عندنا مشكل كبير هي ان واحد مول القهوه تيحل بالليل وبالنهار، بالنهار ما غتلقاش فين توقف وفين هذا بقوه الطلبه، وفي الليل فين ما كان شي سكيري ولا فين ما كان شي كلوشار تيجي ليا بحيث ما بقيناش نعسو. ديجا درتو شي شكايه؟ درنا 100 شكايه، ماشي غير وحده، شكايات عندنا احتلال الملك العمومي، محتل القهوه محتل الملك العمومي، هذه الاولى. ودرنا شكايات وشكايات ومولاها ما بحال اللي ما كاينش. وشنو الردود ديال السلطه؟ السلطه بحال ما كايناش، لان السيد تيتعنى بشي امير ما امير، تيتعنى برئيس الامن، تيتعنى بسيد العامل، تيقول لك هو هادو كلهم اصدقائه والله ما تديو مني باش نقيو سنتكم. لان السيد بزاف بزاف على هذا الشيء، لان الشكايه الاولى والشكايه الثانيه والثالثه وحتى شي حاجه ما طبقات. هضرنا وهضرنا ودابا بقوه الهضره اللي هضرنا وهذا مشكر القهوه لشي وحدين كلوشارين كثار منه هو. ودابا هذا هو المشكل اللي عندنا في الليل، ما تلقاش فين توقف الطوموبيلات، فين ما كانش سكيري تيجي يكمل هنا الليل. وفي النهار انتم تشوفوا عندنا مشكله حتى مع هاد مولات المعقوده هذه. 24 ساعه على 24 ساعه نقولوا ما حدا شي لاكار، نقولوا راه كاين لاكار ولا حدا شي سات ايام باش تخدم على 24 ساعه. هنا حي فيه غير الديور غير السكان، والمشكله هي فين ما كان شي طالب. الناس اللي عندهم ولادهم في هاد لانسام في مكناس راه غادي يخرج لكم عليهم هاد مول هاد القهوه، لان الليل كامل والبنات والولاد هنا. نعم لالا. وبالنسبه للشرطه الاداريه؟ جات الشرطه الاداريه النوبه الاولى وخرجت النوبه الثانيه. بالنسبه للشرطه الاداريه راه كاينين عندنا هنا شكايات، درنا شكايات وكاين وصلوا الانذار، وصل الانذار الاول الانذار الثاني، وراه كاين حتى على الاحتلال الملك العمومي. راه كاين راك خرج القرار باش انه يهدم، ولكن هو عنده معارف ومتعني بشي ناس هنايا، ما حتى شي حاجه ما كتطبق. دابا هما الشكايات كاملين هما كاينين هنايا، من بعد غادي نوريوهم لكم، يعني كاملين عندنا الشكايات هنا، ولكن لا حياه لمن تنادي، زعما راه حشومه هذا الشيء. دابا واش القهوه الا عنده لوتوريزاسيون انه يحل 24 على 24 ساعه راه ماشي مشكل، ولكن الا كان هذا الشيء قانوني حتى حنا راه حنا ما عندناش مشكل، ولكن باش انه يبقى حل 24 ساعه على 24 ساعه راه لا غندير وقفه، حنا غادي نمشيو معاه حتى الاخر، يعني ما يمكنش لانك باش انت شاري دارك وباش تجي تهنى بثمن غالي بثمن غالي، ولكن باش انك تجي وتاخذ راحتك الصداع ديال الليل، راه ديفوا الناس راه تيجيو من البيران تيكملوا كيشربوا الهادي وتيجيو هنا باش ياخذوا ساندويتش ولا يكملوا القهوه ديالهم هنا، ودائما المدابزات هنايا، دائما المخاصمات هنايا. دابا اولادنا ما كتلقاش فين منين غادي يدوزوا، ما يمكنش عاوتاني هادشي.
ما يمكنش. هذا المولد اللي كان بغى يبيع فيكم كاع لان بهذا الشيء حنا بغينا نبيعو. كاين اللي باغي يبيع بحال دابا هاد السناك هذا ما تيش حتى لجوج الليل. واش كاين شي سناك حتى لجوج الليل؟ والحشيشيه والسكيريه انتم كتشوفوا الدنيا كي عامره بالعزاره ما تلقاوش منين ندوزو ما عندهاش حتى منين ندخلوا لعمارتنا. السوق دابا الريحه وكل شيء حتى حاجه ما عندنا هي هذيك بقات فهاد الحياده. دائما شتي دائما عندنا المقيتلي والصداع هنا في الليل ما كنعسوش. دابا الوليدات الصغار فين غادي يدوزوا؟ بحال ها انت شحال مخلي نتاع التروطواليه دابا الوليدات فين غادي يدوزوا؟ باغ اكزومبل دابا الوليدات صيفطوا الوليدات هنا يجيبوا شي حاجه فين غادي يدوزوا؟ منين غادي يدوزوا؟ راه ما يمكنش عاوتاني هذا الشيء. ودي فوا كتلقى الناس جالسين لك هنايا جالسك هنا انت راك دايز وانسان جالس في الباب. مالين هاد السناك راه جالسين يجلسوا لنا في الباب. مالين هاد السناك الانسان تبقى دايما قلت يديروا الطبالي. عندي تصاور بان دايرين الطبالي باب العماره عندنا مصورينهم. واش سبق لكم في 12 الليل وتصورتوا؟ عندنا محضر معين هنا عندنا المحضر المعين هنا عندنا دايما درنا شكايات تجي تجي الشرطه ما كاينش اللي تيهضر معاهم ما فهمناش الا كانوا تيعطيو ارشوه ما نعرف الا كانوا كيهضروا مع شي حد تيقول لهم ميكو عليهم ما نعرف حنا ما عرفناش. حنا ما كنطالبوش شي حاجه اللي بغى يخدم على راسو يخدم غير انه يطبق القانون. الا عندك مع 12 تسد راه 12 غتسد لان حتى حنا تنوليو الخدمه عيانين غنبغيو نعسو غنبغيو نعسو في خاطرنا. ما يمكنش انك انت غادي تجي مع الجوج ثلاثه ديال الصباح اربعه ديال الصباح غتلقى ديال الصداع. بنادم تيجي تيكمل السهره ديالو هنايا وراه دائما المخاصمات هنايا شي نهار كتلقى المخاصمات بالدارزين بالمات وحشومه عاوتاني هذا الشيء لان هذا راه ولا كيجمع لنا هنا غير كروشار. انت تشوف انت دابا شوف شحال واحد واقف دابا تيتسنى ساندويتش هادي دابا 11 دليل هانتوما دابا تتشوفوا تنجيو ندخلوا لباب عمارتنا ما تلقاوش تنجي وقتي ندخلوا لباب العماره كلشي تيحمزز فينا. احنا عندنا تصور بان جالسين لنا باب العماره بالكراسه بكلشي. احنا صافي عيينا في الحقيقه راه وصلنا لواحد الحد اللي ما بقيناش حاملين كاع راسنا. ويلي ما كاينش القانون في هذه البلاد ولا ما كاينش القانون نكونوا تكون غابه راه حنا غادي نعرفوها بان غابه ما كاينش القانون. تنتمنى من السلطات شوف تنتمنى من السلطات شوفي كنتمنى من السلطات ان يشوفوا هذا الفيديو ويتحركوا. دابا حتى شي حد ما تيتحرك اللي تتهضري معاه تيقول لك دابا الهدم هذا بيجي واحد النهار ويهدموا دابا يجي واحد النهار شنو هذا؟ اذا ما كاينش اللي تيمشي يجي يقولوا لهم جوج هضرات. دابا هو بقوه اللي بغى يحيد راسه جا وناد كراها لواحد اش غادي نقول لك عاد زاد كمل على ليبيا